شغالين من ايه ومالك؟ شغالين من ايه؟ مقطع فيديو غريب انتشر مؤخرا على مواقع التواصل، مدرس يتعامل بعنف مع طلابه في مركز للدروس الخصوصية. وانت مسمع من ايه؟ معكش انت كده ليه؟ والنام في ناس بعدك. فكان كالقنبلة التي انفجرت في وجه الجميع، حملة قوية بل حرب شنتها وزارة التربية والتعليم على مراكز الدروس الخصوصية. إجراء بالطبع يراه البعض جاء متأخرا، ويراه آخرون حل غير جذري ولم يطرح بدائل. أنا بدفع أكثر من 5000 جنيه دروس السلاسل، تمام الحصة ب 100 جنيه و 150 جنيه عشان أعلم بنتي. الدروس الخصوصية في مصر ومنذ عشرات السنين صداع مزمن لكل الأسر المصرية، وكان يكلفها المليارات سنويا. فهل تنهي القوانين ظاهرة الدروس الخصوصية؟